في هذه المسابقة اكتشفت جمال اللغة العربية وثرائها وقدرتها على استيعاب اللغات الأخرى، فأنا فخورة جدا بلغتي وشاكرة لمعلمتي ولمدرستي لإتاحة هذه الفرصة لي، وبالإضافة إلى تعلمي الكثير من الأشياء من خلال مشاركتي لهذه المسابقة. مرحبا، أنا زينة عبد الجواد من يرتال آن. كانت المشاركة في مسابقة EP Languages فرصة جميلة لي ولزملائي لإبراز مهارتنا وحبنا للغة العربية وتعزيز روابط العمل الجماعي بيننا، فقد كنا نشجع بعض باستمرار مهما كانت الصعوبات ومن خلال تبادل المعلومات. أنا أشعر بالفخر لانتمائي لفريق المدرسة وسعيدة بالإنجازات التي حققناها وحصولنا على المركز الأول على مستوى الأردن، وما كان لهذا كله أن يحصل دون الدعم المتواصل من معلمتنا مسمنا. مرحبا، أنا عمر سلمان، طالب في المدرسة الإنجليزية الحديثة. رغبت أن أحدثكم عن تجربتي في المشاركة بهذه البطولة، فهي علمتني الكثير من الأشياء مثل تنظيم وقتي وحل أسئلة ذات خيارات متعددة بوقت أقل. وقد أضافت لي هذه البطولة القدرة على التفكير السريع والإجابة على الأسئلة بشكل أفضل من السابق. شكراً معلمتي لاختيارك لي للمشاركة بهذه البطولة.